جديد مغاير تماما لما عرفته البشرية. لذلك فالقواعد التي دأبنا عليها أصبحت متجاوزة، مفهوم العولمة أصبح متجاوز، قاعدة رابح رابح انتهت، ودخلنا في نهاية المطاف يعني عالما تغلب عليه الاعتبارات الجيوستراتيجية أكثر من الاعتبارات الاقتصادية. رب قائل أن يقول هل دخلنا حما أو نسخة جديدة من الحرب الباردة؟ والحال أن ما يعتمين يذكر بالحرب الباردة على اعتبار أن هناك صراع إيديولوجي وهناك تسابق فيما يخص مناطق النفوذ وهناك قاعدة ما يسمى بمجموع صفر أو زيرو سام جيم. ولكن يبدو لي بأنه ندخل عالما فيه شيء من الحرب الباردة، لكن فيه كذلك طبيعة خاصة على اعتبار أنه يعني الصراع كما ساد في الحرب الباردة سيكون مدنيا. لذلك يعني تعتبر الإدارة الأمريكية أن من مصلحتها ومصلحة العالم ترك مجال للتعاون مع الغريم بالأخص الصيني والتنافس في قضايا والتصدي في قضايا أخرى. فإذا نحن أمام وضع مغاير تماما ولا نستطيع أن نقاربه بناء على الباراديغم السابق. هذا من شأنه. فيما يخص الفاعلين المؤثرين، أعتقد بأنه من تحصيل الحاصل أن نسجل نهاية الأحادي القطبية أو الأمة الضرورية. ويمكن القول بأن الفاعلين الأساسيين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا، وكل هؤلاء يعني يحيلون إلى بعد قومي. حتى الولايات المتحدة تركز على بعدها القومي، أمريكا أولا، ونفس الشيء عند ما يخص الصين وكذلك الأمر بروسيا. وبذات الوقت هؤلاء الفاعلون يحملون كذلك رؤية إيديولوجية، حرية ديمقراطية بالنسبة للولايات المتحدة بين قوسين، يعني الصين تركز على بعدها الاشتراكي بمواصفات الصينية، ولكن الطريف والمهم كذلك هو الجانب الحضاري. هؤلاء الفاعلون يعبرون عن انتماءات حضارية. فإذا نحن أمام توليفة تجمع بين بعد قومي وبعد إيديولوجي وبعد حضاري. إلى جانب هؤلاء الفاعلين هناك عناصر مكملة أو أبوان كما يقال بالفرنسية، موضع مغازلة، الهند، أوروبا، أستراليا واليابان بالنسبة للغرب، كما أن الجنوب، ولا يمكن الحديث عن حركة عدم الانحياز، لكن الجنوب وكذلك موضع مغازلة. فإذا نحن أمام باراديغم جديد غير ما دأبناه، ومع فاعلين غير ما يعني اعتدنا عليه، وقواعد لم تستقر. ومن الطبيعي أن يؤثر هذا الوضع الذي مثل ما قلت يكتسي، لا يبقى إلى أن يكون حربا عالميا ولكنه نزاع عالمي. من العسير أن نقول بأننا في حرب عالمية غير مكشوفة، ولكن يعني الحرب الدائرة رحاها تعبر عنها كونها نزاع كوني global conflict. قلت بأنه من الطبيعي أن تؤثر هذه الحرب على العالم وعلى العالم العربي وطبعا على المنطقة المغاربية، وهنا أقتصر فقط على المغرب والجزائر. دون شك أن هذه الحرب لها تأثير على ليبيا وعلى الأطراف الأخرى، ولكن ليس لي معرفة فيما يخص ملف ليبي، لذلك أفضل فقط أن أتحدث حول تداعيات هذه الحرب
بالنسبة للمغرب والجزائر وعلاقة البلدين بينهم. أول شيء كما تفضل السي رضا وأن الحرب أفرزت الحاجة إلى موارد الطاقة وإلى طلب مهول فيما يخص البترول والغاز، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على الجزائر وحسن وضعها الاقتصادي ووضعها التفاوضي، وهذا في اعتقادي عنصر مهم، لأنه لا نستطيع أن نفهم الجزائر وسياسة الجزائر سواء الداخلية أو الخارجية بدون معامل البترول. هنا بالمناسبة أحيل على كتاب لمسؤول سابق في سنة الجزائري حسين مالتي، في كتاب حقيقة اعتبر أنه لكي تفهم الجزائر ينبغي في نهاية المطاف دراستها من زاوية البترول، وكيف أن البترول في نهاية المطاف يحدد السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. الارتفاع أسعار البترول ينعكس إيجابيا على ما يسمى السلم الاجتماعي، وانخفاض أسعار البترول يؤدي إلى اهتزازات داخلية وكذلك إلى خطاب معين. ولذلك يعني لا بد أن نعي ونذكر في هذا الاعتبار يعني تأثير البترول فيما يخص السياسة الداخلية والخارجية للجزائر. من اللافت هو أن العلاقات المغربية الجزائرية انتقلت مما يمكن أن يسمى بتوتر يتأرجح بين متوسط ومنخفض إلى قوي إلى حالة حرب، حالة الحرب ليست هي الحرب، ولكن حالة من التوتر فيها طبعا خطاب عدائي، فيها يعني مناورات عسكرية، يعني فيها يعني وهي حالة إتا دو بيليجانس كما تسمى. ويمكن القول بأن هذه الحالة وهي الجديدة في العلاقات بين البلدين بدأت بالأساس بعد القطيعة الدبلوماسية التي أقدمت عليها الجزائر في أغسطس من سنة 2021، وتغير الخطاب الجزائري. توارت قضية الصحراء وما يسمى الخطاب الجزائري بالصحراء الغربية بين قوسين، إلى في نهاية المطاف إلى الإسفار عن موقف معلن من النظام ومن المغرب. إذا يعني تغير الخطاب الجزائري، أو على الأصح أسفر عما كان يعني مبطن، وهي حقيقة حالة جديدة وينبغي أن نفهمها، لأن بلاغ خط العلاقات الدبلوماسية الذي تلاه وزير الخارجية حينها أحال إلى مجموعة من الأشياء قبل 65، بمعنى أن قضية التوتر ليست لا ترتبط بقضية الصحراء ولكن بأسباب أخرى. اعتبر البلاغ أن من أسبابها أو من جذورها ما يسمى حرب الرمال سنة 63. اسمحوا لي أن أفتح قوسا، لأنه يبدو لي بأن هناك مغالطات كثيرة فيما يخص ما يسمى حرب الرمال، والتي تسوق على أنه اعتداء مجاني من قبل المغرب على جار خرج للتو من حرب يعني للتحرير مدمرة، والحقيقة شيء آخر، وهو أنه ما سمي بالحرب يعني أو المناوشات أتت بالأساس كرد فعل لطلب وقف لواء بعض من المعارضين، وكان ذلك عقب محاولة انقلابية قامت بها أو محاولة عسكرية قامت بها بعض عناصر ما كان بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكانت هناك مفاوضات من أجل يعني بعض المعارضين يعني
يقول: وأمام يعني الموقف المناوئ للسلطات الجزائرية، طالبت السلطات المغربية بعض من المراكز التي كانت في التراب غير المتنازع عنه، والتي كانت يعني رهن إشارة الثوار الجزائري، كما كانت في جيك لفترة، وعين شعيب، كان تنجوب، وحاسي بيضاء، وأعتقد بأنه على كل حال يعني الذي يهمنا هو أن بلاغ وزارة الخارجية الذي يبرر قطع العلاقات الدبلوماسية يحيل إلى ما يسمى حرب الصحراء من خلال سردية معينة، ولكن هذه السردية يعني لا تقوى إلى أو يمكن تفنيدها بسهولة. طبعا من المؤكد كذلك ونحن على بينة من بعض الأحداث ومن خلال تصريح السيد رئيس الجمهورية الجزائرية أمجد تبون بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية كان بديلا عن الحرب، لأنه هذا تصريح قام به الرئيس أمجد تبون إلى آخر البلاء، أنه قضية المواجهة كانت قائمة وكان خيارا مطروحا، واعتبر بين قوسين بأن قطع العلاقات الدبلوماسية ربما قد يكون أهون الضرر. فإذا نحن إذن أمام حالة يمكن أن تنعت بحالة حرب، إيتاد بيليجيرانس، ستيت أوف بيليجيرانس. وربما ما يفسر هذا التغيير باعتقادي هو ربما تهاوي يعني توقعات الجزائر. المقاربة الجزائرية كانت تعتقد بأن المغرب قانونيا في وضع مهزوز، قضية الصحراء تعتبر موضع نزاع ومحتلة يعني فيما يخص الأدبيات وتطرح في اللجنة الرابعة، فإذا القانون الدولي بين قوسين لا يخدم يعني المغرب. ثانيا اقتصاديا لا يمكن للمغرب يعني أن يتحمل العبء أو المجهود الحربي، والذي وقع هو أن المغرب غير اقتصاده ولم يبقى في نهاية المطاف اقتصادا أوليا مما مكنه في نهاية المطاف من تحمل العبء، بل بالعكس عرف المغرب بما في المناطق الجنوبية طفرة إلى آخره. ثم كذلك تغيير السياسة الأمريكية في المنطقة، وهذا شيء مهم جدا، ومن دونه لن يكون أن يكون هناك تحول لدى قوى أوروبية مثل إسبانيا وألمانيا ودول. هذا التغيير طبعا يعني أربك يعني توقعات وأدى إلى إسفار الحقيقة. إذن نحن أمام وضع جديد في علاقات المغربية الجزائرية، يتسم أولا بالسباق غير المعهود للتسلح وبالمناورات العسكرية على الحدود بالذخيرة الحية وعلى أحلاف. السؤال طبعا هو: هل يمكن للأمور أن تتطور إلى مواجهة؟ يبدو لي بأنه من الطرفين يعيان بأن المواجهة لن تكون حالا، ستكون مدمرة ليس فقط لبنية البلدين ولكن لنسيج البلدين، أنه سيعسر بل سيستحيل إعادة بناء، فتن طبعا عن المضاعفات على المنطقة وعلى الجوار الأوروبي. المغرب عبر عن ذلك جهارا، والجزائر تخشى ما تسميه بفخ الاستدراج، يعني ولكن نحن في سياق مغاير، والسياق المغاير هو يعني الحرب روسيا الأوكرانية، لأنه الأمور لم تبقى فقط في يد يعني أصحاب القرار في الجزائر. روسيا تخوض حربا وجودية وتهدد بالسلاح النووي أو بالسلاح النووي التكتيكي، وقد ترغب وتسعى في توسيع رقعة المواجهة، لذلك يعني الخطورة يعني هناك ربما وعي مشترك بين قيادتي البلدين
عدم الانصياع وعدم المغامرة، ولكن الصياع الدولي لربما يجعل هذا الاحتمال ممكن. طبعا أتمنى أن أكون يعني مخطئ. بذات الوقت الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بهزيمة، أو بطريقة طبعا أوكرانيا الهزيمة ستكون ذات طابع إبستيمولوجي ليس وجودي بالنسبة للولايات المتحدة، وستضعف موقعها حيال غريم الأساسي وهو الصين. طبعا الحديث عن المواجهة ومن أجل تجنب المواجهة حسب نظرية جرام أليسون في فخ توسيديد، يعني الحديث عن المواجهة ومن أجل تجنب المواجهة. ختاما، يبدو لي بأنه بالنظر إلى التوتر العالمي والنزاع العالمي ينبغي طبعا أن يسود الحذر على مستوى الأمم رسميا وعلى مستوى القوى الحية. وأظن من وجهة نظر أن الخيار الأطلسي الذي استنه المغرب خيار استراتيجي. إذا كنا ننظر إلى مصلحة المغرب لا أرى هناك بديلا عن الخيار الأطلسي بتبعاته، ولا بد من إعادة النظر في العلاقات أو تطبيع العلاقات مع الحليفين الغربيين فرنسا وإسبانيا. لا أظن بأنه من مصلحة المغرب أن يبقى الجفاء مستمرا مع فرنسا. على المستوى العربي لا بد من سياسة مقدامة حيال عناصر مؤثرة على رأسها السعودية ومصر والإمارات. وبذات الوقت لا بد من عمل فيما يخص يعني ما يسمى بالدبلوماسية الموازية تجاه عناصر من المجتمع المدني سواء في الجزائر وبالأخص في تونس. هذا فيما يخص الدبلوماسية. فيما يخص يعني القوى الحية لا بد أن نميز ما هو استراتيجي وما تكتيكي وما بين التناقض الكبير والتناقض الصغير. أعتقد بأن الظرفية الآن ينبغي أن تدفعنا إلى ترتيب الأولويات. وأظن يعني تكلم هنا طبعا عن الأحزاب السياسية والقوى الحية، وطبعا لا يعني أو الاستنكاف عن أي شيء يمكن أن يضعف بنية الدولة الصاهرة على وحدة التراب وعلى أمنه. ومن دون شك أختم بذلك أن تلقية الوضع الداخلي بالعودة للسياسة، لابد أن نعود إلى السياسة من خلال أدوات السياسة الأحزاب ومن خلال خطاب منسجم، ولا بد كذلك تنقية الأجواء فيما يخص معتقل حقوق الإنسان ومعتقل الأجواء. الطرف الآن يحتم في تصوري أن نطوي هذا الملف من أجل وحدة صينة ومن أجل التفاف حول يعني العمود الفقري للدولة والبنيات الصاهرة على وحدة التراب وعلى أمن البلاد. شكرا على اسمك.